كلما قيل انتهى أمر السري ظهر السري على رأس أمر آخر. سأحكي لك حكاية يا جروي. في صغري كنت واقفاً على سطح دار مع اثنين من رفاقي، وتحدينا بعضنا البعض أن نقفز بالتوالي. قفز الأول فالتوى كحلو، تألم، لكنه صرخ صرخة قوية كي يدب في نفوسنا الفزع. أما الثاني فتردد قليلاً ثم قفز بالفعل، وعند ارتطامه بالأرض وقف وهو يكابر ولم يعترف بوجعه، وادعى أنها قفزة من الممكن أن يكررها 100 مرة. تملكني الخوف وكدت أجبن، لولا أن جملة قالتها لي أمي رحمها الله لمعت في عقلي: إذا جربت قد تخسر، وإذا لم تجرب فستندم. فقفزت من فوري، فلم يصبني أذى ولم أتألم، ومن يومها إلى الآن لم أشك في نفسي أبدا. ماذا كنت تريد يا جروي؟ أنا أيضا سأروي لك حكاية. اثنان من أبناء العمومة يقتتلان على قطعة أرض واحدة، وكل منهما يصر على ملكيتها، ويقتتلان بضراوة، وكل يحاول أن يؤذي الآخر أذية غير مميتة، إلى أن التجأ إلى شيخ معتكف صالح أن يحكم بينهم. كان يتأمل الدنيا والناس، فسأل كل منهما أن يثبت ملكيته للأرض، فأثبت كل ملكيته، فعرض عليهما قسمتها بالعدل فرفض. كل متمسك بملكيتها، فعرض عليهما حلا بدا فيه جنون: حكم بأحقية الأرض لمن يريدها أكثر، من يتجرأ على قتل نفسه فهو صاحب الأحقية في الأرض. وتعنت أحدهما فقتل نفسه، فما أراد سوى أن يثبت رأيه. ما العبرة من تلك الحكمة الجليلة؟ لا مزيد من الدماء يا سري. كيف السبيل لذلك؟ المعاهدات. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرف خليفة المسلمين المأمون أبو العباس عبد الله ابن هارون الرشيد بكتابكم الذي أرسلتموه عن الأوضاع في مصر، وقد أمر خليفة المسلمين بأن يولي السري ابن الحكم مصر وصلاتها وخراجها على أن يعم الأمانة ويحق الحق وينصر المظلوم ويحكم بشرع الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويعين عبد العزيز بن الوزير الجروي قائدا للجند وللشرطة ولدار الخراج ولدار السك، ويعاونه وينصره على الفتن. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.